بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف ندخل في الدرس التاسع، واللي هي عبارة عن المحاضرة الأخيرة. نأخذ فيها بقية الأدوات. أدوات إيش؟ أدوات الفوتوشوب. طيب، قال في هذه المحاضرة سوف نناقش أربع أدوات رئيسية، اللي هي عبارة عن أداة حبل التحديد، واللي تكلمنا عليها تقريبا بثاني أو ثالث محاضرة، وقلنا بأن في معي ثلاث أدوات رئيسية لعملية إيش؟ التحديد. أيضا تكلمنا عن الأداة الثانية اللي عبارة عن إيش؟ أداة التأطير أو أداة إيش؟ القص، لما نكون إيش؟ نقص جزء من الصورة، تكلمنا عليه بس بشكل خفيف. هنا في معي أداة الشفاط، وأيضا في معي أداة اليد، ومعي أداة العدسة. خمس أدوات رئيسية نأخذها، بقية إيش؟ الأدوات الموجودة داخل برنامج الفوتوشوب. إذا نرجع إلى أول أداة. قال الأداة الأولى اللي عبارة عن أداة حبل التحديد. طيب، اختصارها من لوحة المفاتيح حرف ال. إذا أول ما أضغط على حرف ال من لوحة المفاتيح على طول يوديني على أداة حبل التحديد. أداة حبل التحديد أول ما نضغط عليه يطلع لنا ثلاث قوائم رئيسية، ثلاث إيش؟ يطلع لنا إيش؟ ثلاثة خيارات رئيسية، اللي عبارة عن أداة التحديد الحر الأولى، أداة حبل التحديد أو أداة التحديد الحر الثاني، اللي عبارة عن أداة حبل التحديد المضلع، والأداة الثالثة اللي عبارة عن أداة حبل التحديد المغناطيسي. أداة حبل التحديد المضلع هذه مثلا إذا كان في معي إشكال هندسية، ممكن إيش؟ هذه الأداة تستخدم عندما أشتي أقص أو أحدد جزء هندسي، بيكون إيش؟ دقتها أفضل. أداة حبل التحديد المغناطيسي يعني بتحدد لي على حسب إيش؟ أو تقص لي الصورة، تحدد لي الصورة على حسب اللون. طيب، قال خيارات الأداة في حبل التحديد المغناطيسي. قال بالنسبة لخيارات الأداة في أدتي حبل التحديد وحبل التحديد المضلع، فقد تم التعرف على عناصرها سابقا. أما خيارات الأداة هي أداة حبل التحديد المغناطيسي، فالمستطيل الأحمر اللي عبارة عن حاجة اسمها معانا إيش؟ الويت والكونتراست، هذه معانا هنا إيش؟ الفريكونسي. قال المستطيل الأحمر يحتوي على عنصرين وظيفتهما التحكم في عرض الأداة والتفاصيل بين نقاطها، ولا أنصحكم بتغيير القيم لمن؟ للمحترفين. أما الفريكونسي فهو خاص بدقة الأداة. إذا نرجع على برنامج الفوتوشوب عشان نوضح الفكرة. ندخل على برنامج الفوتوشوب. فتحنا هذه الصورة عن طريق كنترول أو كما تعرفنا سابقا. الآن نرجع نضغط على حرف ال من لوحة المفاتيح وديني على هذه الأداة. إذا أول ما أنقر عليه في معي ثلاث أدوات رئيسية، اللي عبارة عن الأداة الأولى اللي عبارة عن أداة التحديد الحر، أختارها. على سبيل المثال أشتي أقص هذا المبنى فقط لحاله، إذا بروح إيش؟ أقص بشكل حر عادي، ما يهمنيش. تمام، أول ما قصيت بشكل حر وبعدين إيش؟ تحدد لي جزئية. أشتي الآن ممكن أحركها، أرجع كنترول زد، ممكن مثلا أحدد هذه الجزئية فقط بشكل حر عادي. طيب الآن أرجع على هذه الأداة وأشلها وأسحبها إلى المكان الذي أريد. تمام، كنترول زي لإلغاء التحديد. نرجع على الأداة الثانية. الأداة الثانية اللي عبارة عن اللي قلنا إيش؟ أداة حبل المضلع اللي إيش؟ خاص بالأشكال الهندسية. على سبيل المثال الآن أشتي ممكن أرسم بها، هرسم هذه الجزئية. بروح على هذا المكان، أضغط بهذا المكان، أرجع بهذا الشكل. والآن أضغط أسحب وأرجع إيش؟ أضغط أرجعها خلاص على سبيل المثال بهذا الشكل. الآن حددت هذه الجزئية، أشتي أحركها عاد أروح على أداة التحريك وأسحبها للمكان الذي أريد. كنترول زد، كنترول دي لإلغاء التحديد. الأداة الثالثة اللي عبارة عن كنا على حسب اللون،
إذا شوفوا، أو على سبيل المثال نجي لهذه المنطقة، المنطقة مثلا هذه الرمادية، أجي أضغط بهذا المكان، أها على طول إيش هو تحدد لي الآن أنا مش ضاغط ولا ساحب، أنا فقط إيش ساحب أسحب فقط، بس شوفوا الآن من اللي يحدد لي واللي إيش يتحكم باللون ويحدد المكان. إذا بهذا الشكل أرجع مرة ثانية، إذا خرجت إذا قلنا إيش نرجع كنترول زد كنترول آل زد كنترول دي لإلغاء التحديد. طيب نرجع على أداة التحديد المغناطيسي، مثلا قلنا طيب ممكن الآن أني أحدد إيش هذا المبنى، شوفوا الآن من اللي يتحرك هي اللي تتحركين، أشتي أتحكم فيها ما ترضيش ليش على طول إيش تروح تحدد لي على حسب درجة اللون. طيب كنترول زد كنت طيب أرجع على مثلا نشتي حدد هذا اللون الأخضر، شوفوا الآن الآلة تتحكم من نفسها، أول ما أبدأ أخرج على اللون الأبيض على طول إيش هي ترجع لي على اللون الأزرق بهذا الشكل. طيب أرجع على آلة التحريك على سبيل المثال وأحركها لا أي للمكان الذي أريده، كنترول زد كنترول زد، هذه إيش الثلاث الأدوات توضيح لي هذه الأدوات الثلاث الأدوات الفرعية من أدوات التحديد. طيب إحنا قلنا إن معانا واحد اثنين ثلاث، هذه ثلاث الأدوات أدوات التحديد تكلمنا عليها، بس هنا بنتكلم على هذه الأداة بشكل مفصل. طيب الأداة نرجع على الكتاب، الأداة الثانية اللي قال عبارة عن أدوات التأطير اللي عبارة عن أدوات القص بمختصر المفيد. طيب اختصارها من لوحة المفاتيح حرف السين، إذا أرجع أضغط على حرف السي على طول وديني على أداة التأطير، داخل أداة التأطير في معي كم ثلاث أدوات رئيسية. طيب قال هنا التأطير هنا بهذه النسخة سي اس 3 حقه، يعني حقه هنا ايش السي اس 5، هنا ما فيش كان ايش قال ما فيش معه قائمة، قال وظيفة هذه الأداة هي قطع جزء من التصميم حيث أننا نحدد منطقة وتقوم هذه الأداة بقطعها بجميع الطبقات التي تمر تحتها. طيب قال هنا في معانا هنا إيش الهايت الويدث والهايت العرض والطول، اتحكم بالعرض والطول ومن والريزوليشن اللي عبارة عن الدقة. طيب هذه إيش الأداة بهذه النسخة. طيب نرجع لحقنا للنسخة هذه، النسخة هذه في معي كم ثلاث أدوات رئيسية، إذا بروح أختار الأولى. الآن أشتي أقص على سبيل المثال هذا المبنى فقط بهذا الشكل وأفلت، إيش نلاحظ الآن إنه كأنه إيش بقية الصورة كامل خلها إيش مموهة أو مش واضحة، وخلى التحديد على المنطقة التي تم التحديد عليها فقط. إذا رحت عملت إنتر إيش سوالي قص الصورة كامل، وإيش بقي للجزء اللي حددته التي تم تحديده فقط. طيب لو رحت قلت كنترول تي كنترول تي لحظة وأروح إيش أضغط وأسحب، إيش نلاحظ كأنه إيش سوالي كأنه إيش كنترول أزد إنتر كنترول أزد، إيش نلاحظ ايش نلاحظ انه اول ما بدينا قصينا جزئية من الصورة، وكأنه ايش الخلفية الاولى كامل ايش راح سوابها قصها كامل وبقي للجزئية المحددة فقط. طيب هنا ممكن اضغط انتر،
هذا ايش؟ تعديل للصورة، كنترول زد قص جزئية من الصورة. قال الأداة هذه احنا تكلمنا عليها تقريبا في محاضرة سابقة، قلنا ايش أداة لمن مثلا، احنا قلنا في تصميم المواقع اروح في معي جزئية اصممها داخل برنامج الفوتوشوب، الواجهات والازرار وهذه الاشياء، ثم بعد ذلك اروح ايش بعملية ايش التقسيم، نقسم جزئية الصفحة على سبيل المثال بهذا الشكل، بهذا الشكل، ثم بعد ذلك نحفظه على شكل الويب. طيب هنا في معانا ثم بعد ذلك نروح ايش نحفظه هنا في معي هنا النيم، وهنا نعمل ايش الرابط لمن خاص بالويب، ثم بعد ذلك نروح نحفظه على شكل ايش فايل، نحفظه على شكل ايش ويب، نروح على فايل، ثم بعد ذلك نروح نحفظه على ايش صفحة سيف فور ويب درايفز هذه. طيب كمان في معانا هنا ايش، في معي أداة اخرى من بالاصدارات الحديثة من الفوتوشوب، في حاجة اسمها ايش أداة القص المنظوري. هذه الأداة وظيفتها اللي مع النسخة الحديثة من الفوتوشوب ممكن إيش استخدمها، تسمى إيش أداة القص المنظور، اللي تجي زي إيش الشبكة، ممكن أتحكم فيها من الأطراف بالعرض والقصة على شكل هوريزونتال، على شكل أفقي أو عرضي. طيب قال هذه أداة القص المنظوري، أعمل إيش قص لجزء معين من الصورة وأقوم بتعديلها حتى تملأ الشاشة أو مساحة العمل. يعني مثلا إذا رحت استخدمت الأداة الأخرى على سبيل المثال، مثلا رحت استخدمت الأداة بهذا المكان وبعدين رحت عملت لها قص، ما بتروحش إيش تبقي صغيرة زي هذه الأداة الأولى. هذه الأداة اللي الآن استخدمها إيش بتسوي، رحت تسوي المنطقة اللي على حسب ما أقص من منطقة تصغر. أما الأداة القص المنظوري لمن أقصها هذا الصورة اللي الجزء اللي بيتم التحديد عليه والقص، بيروح ايش املالي المنطقة او مساحة العمل. على سبيل المثال اذا كانت مساحة العمل 400 × 400 على طول ايش بتروح ايش تمليلي المساحة. اما عادة القص هذه بتروح ايش تقص للجزئية. ايش نلاحظ بان الصورة كل ما اجي من شوية من قصد جزئية صغيرة على طول ايش تصغر. اما الاداة الثانية معاكسة لها، اول ما احدد واقص جزء من الصورة على طول تكبر وتيش تملي لمساحة العمل. طيب نرجع على الكتاب، قال هنا اداة الشفاف، هذه وظيفة هذه الاداة. قال احيانا يعجبنا لون ما في احد التصاميم ونرغب في استخدام هذا اللون، هنا تأتي فائدة هذه الاداة. اذا هذه الاداة اذا كان معي صورة واشتي عجبني لون معين، اشتي اخذ هذا اللون عشان ايش ادمجه في تصميم معين او شيء، استخدم هذه الاداة لايش عشان اخذ هذا اللون، تسمى اداة الشفاط. قال عندما تظهر القائمة لاداة الشفاط تظهر لنا ايش اربع ادوات رئيسية. قال اداة الشفاطة، الادة الاولى اداة الشفاطة، الثانية اداة جمع عينات الالوان، اداة المسطرة قال وتستخدم لقياس المسافات بين العناصر، اداة الاحصاء وتستخدم لتنظيم مناطق التصميم. قال وسنتعرف على التطبيق الآدتين الأولى والثانية فقط، من خلال تجربة فقط سيتضح لنا كل شيء. قال هنا خيارات الأداة في الشفاط، في معانا حاجة اسمها السيمبل سايز، قال هو خاص بحجم العينة من حيث الدقة، وعموما أنصحكم بعدم تغييره في تخصص، فهي تخصص إيش المحترفين. طيب الأداة نرجع إلى الشفاط، اذا قلنا ايش نروح على اداة الشفاط اللي اختصارها حرف الاي من لوحة المفاتيح، اروح على اداة الشفاط يظهر لنا كم اربعة ادوات، قلنا نروح على اداة الشفاط الاولى اختارها، ثم بعد ذلك مثلا اعجبني هذا اللون الازرق على طول اول ما اخترته ايش نلاحظ انه ايش هو ذا اتملى اللون. طيب اذا كنت اشتي هذا اللون الاخضر الفاتح شوية، هذا اللون الغامق شوية، هذا ممكن هذا اللي عرض المبنى
اخترته ممكن هذا اللون، اي لون ممكن ايش، مثلا هذه الجزئية او هذه الجزئية او مثلا حق الطاقة بهذا الشكل. اذا اختار اذا عجبني لون معين واشتي ايش اخذه، ممكن استخدم اداة الشفاطة وايش اختار مثلا المنطقة على طول. ايش نلاحظ بان هذا المكان يتعبي باللون المختار. طيب قال هنا ايش في معي هنا ايش اداة اليد. قال في التصميمات ذات المقاسات الكبيرة لا يستطيع البرنامج عرض عناصر التصميم وظيفة هذه الاداة الانتقال الى مكان اخر واختصارها من لوحة المفاتيح هو حرف الاتش. طيب نرجع نضغط على الاتش او اليد هذه، ثم بعد ذلك اذا كان معي صورة كبيرة كانسل. على سبيل المثال نروح ايش نكبرها من ادة التكبير هذه، نروح نكبرها نضغط بهذا الشكل تكبرت. طيب الان اشتي ايش احرك لاجزاء الصورة، فاضطر انني ايش اروح استخدم اليد للتحريك من لتحريك الصورة. ليش؟ لانها كبيرة عن مساحة العمل. طيب ارجع على الاداة الثانية اللي عبارة عن اداة التصغير، فاختارها واضغط ضغطة واصغر الى المكان للمقاس الذي اريد. طيب قال هنا اداة العدسة وظيفتها التكبير والتصغير واختصار هذه الاداة هو حرف الزد، وليس لهذه الأداة قائمة. قال خيارات الأداة في العدسة، في معي هذه زائد للتكبير وفي معي أداة الناقص لمن للتصغير، أو نقوم بالضغط على زر الأداة وتستمر في الضغط عليه للتبديل ما بين الزرين. إذا قال ندخل على تطبيقات على الدرس. إذا طبقنا هذه الأدوات هذه الأدتين، طيب نرجع على التطبيقات. قال أداة حبل التحديد، نقوم بفتح عمل جديد ثم نقوم بإنشاء طبقة جديدة ونختار أداة حبل التحديد من صندوق الأدوات، وبعد ذلك نقوم برسم على منطقة العمل. نلاحظ أن الرسم تحول إلى تحديد، فمجرد أن ننتهي من الرسم نرفع أصابعنا وتحول الرسم إلى تحديد. قال عندما نقوم بالرسم بهذه الأداة يجب أن يكون الرسم مغلقا، أي النقطة التي بدأنا من عندها الرسم ننهي الرسم عندها، وحتى لو لم نفعل ذلك فإن الشكل سينغلق تلقائيا. إذا نرجع على الفوتوشوب، نضغط نعمل كنترول N طبقة جديدة، ننشئ طبقة جديدة، ثم بعد ذلك نروح نختار على التحديد الحر. قال إيش أول ما أضغط بمكان ضروري إيش اروح ايش اغلقه للمكان اللي بدأت فيه، ثم ايش افلت ضغطي على الزر. اذا ما فلتش نلاحظ انه ايش تحول الى تحديد. لو رحت قال اذا رحت تغلقت وقلت لهذا المكان ما رحتش غلقته للنقطة اللي بدأت منها، فان ايش التحديد سيتغلق تلقائيا. طيب قال بعد أن تحول الرسم إلى تحديد نتعامل معه كما كنا نتعامل مع الأشكال المحددة، حيث نستطيع أن نقوم بتعبية أو نسخ أو قص. إذن ممكن أنني إيش هذا الشكل أو التحديد ممكن إيش أنني أقوم بسحبه، لحظة ممكن إيش أروح أعبه من هذه أداة التعبية بهذا الشكل كنترول دي، ثم بعد ذلك اروح ايش احركه للمكان الذي اريد، او اروح اعمل له ديليت كنترول زد اقصه واعمل ايش اي عملية كنا نقوم فيها او نتعامل مع الاشكال. طيب التطبيق الثاني قال اداة حبل التحديد المغناطيسي، قلنا بان هذه الاداة مهمة او نستخدمها بشكل اكثر او تكون لها اهمية او قيمة عندما يكون في معي اشكال هندسية تستخدم في الرسم الهندسي بشكل خاص. قال قوموا بفتح عمل جديد ثم قوم بإنشاء طبقة جديدة، وبعدها اختاروا أداة حبل التحديد، ثم بعد ذلك نقوم ايش برسمها. اذا قلنا نرجع على الأداة الثانية نختار أداة التحديد قلنا ايش الهندسية، ثم بعد ذلك نجي على هذا الشكل على سبيل المثال كنترول زد
إذا نروح ننشي طبقة جديدة، ثم بعد ذلك ارسم مثلث فرع على هذا الشكل. أقوم برسم إيش مثلث بهذا الشكل لمن يتحول، ننقر نقرتين حتى يتحول إلى تحديد، ثم بعد ذلك نقوم إيش على سبيل المثال بتعبيده بالجريدينت. على سبيل المثال بعبه بهذا الشكل، كنترول دي لإلغاء التحديد. طيب، قال الأداة التطبيق الثالث، قال هنا ايش التطبيق الثالث، اذا في التطبيق الثالث ممكن ايش اروح على اداة القطع او اقص هذه الصورة وادخلها. اذا قلنا ايش أول ما تم إدراك ندرك هذا قصينا هذه الصورة ودرجناها داخل برنامج الفوتوشوب، نروح باستخدام الماجيك هذه. قلنا إن إيش بتسوي لي، تحدد لي على حسب اللون، مثلا نشتي نحدد هذه البطة بهذا الشكل. أها شوفوا الآن بعد ما أبدأ أحركني من نفسها إيش بتروح تسوي، تحدد لي أو تفرق ما بين اللون واللون الآخر. نروح على هذه الزاوية نضغط، ثم بعد ذلك بهذا الشكل. إذا شوفوا لمن أجي أفرق أخرج على هذا اللون أو خارج السماوي على طول إيش يرجعني على اللون. في هذا الشكل يتم التحديد. نجي لهذا الزاوية نضغط شوية، كنترول زد، نرجع مرة ثانية. ثم ننقر ايش نقرتين على طول ايش حددنا الشكل هذا. ثم بعد ذلك قلنا نروح ايش على سبيل المثال نروح ايش نعبي بلون على احمر مثلا، او مثلا هذا اللون. نجي على هذه المنطقة نروح ايش نعبي كنترول زد اللون الأصفر بس. كنترول دي بهذا الشكل على سبيل المثال. طيب نرجع على التطبيق. التطبيق الرابع قال هنا في معانا ايش أداة التقطير. قال سنفرض اننا اما عملية تكون من ثلاث طبقات، معه هذه ايش ثلاث طبقات، طبقة تحتوي على مستطيل واخر على دائرة واخرى على مثلث. قال توجد منطقة بيضاء محيطة بالمستطيل، سنفترض اننا نريد التخلص من هذه ايش المنطقة هذه. اذا على سبيل المثال اضغط كنترول ان. اوكي طيب على سبيل المثال اروح ارسم ايش، قال اروح اعمل مستطيل كبير اعبه باللون الازرق زي ما عبوه. كنترول ازد ليش ما عملناش طبقة ثانية. اروح ارسم كنترول دي أداة التحريك حركه لهنا، ثم بعد ذلك أرجع أخذ
الدائرة وأرسمها بهذا الشكل. أروح الآن كنترول زد، أروح أنشي طبقة ثانية، أرسم الدائرة، أعبيها باللون أحمر على سبيل المثال، كنترول دي، أنشئ طبقة ثالثة، أقوم برسم مثلث، بستخدم إيش؟ هذه الأداة حق الأشكال الهندسية بهذا الشكل، أو ممكن إيش؟ أو ممكن إني إيش؟ أستخدم هذه الأدوات اللي إيش؟ هذه، وأحدد هنا عدد الأضلاع كم؟ ثلاثة، وأرسم الشكل إيش؟ المثلث. طيب على سبيل المثال عبيت بها، اخترت هذا، اروح ايش اعبه بلون مختلف، على سبيل المثال هذا اللون، كنترول دي بهذا الشكل. طيب قال هنا في التطبيق على سبيل المثال معه هذا الشكل، قال يريد انه ايش يتخلص من المنطقة البيضاء هذه، استخدم أداة التقطير، ثم بعد ذلك اجي ايش احدد على المستطيل الازرق واضغط انتر، نلاحظ هذا الشكل. طيب في التطبيق الخامس قال ايش في هذا التطبيق، على كيفية استخدام أداة الشفاط. قال هنا في أداة الشفاط احنا كما تكلمنا سابقا، قال هنا ايش انه ايش اذا كان في معي صورة وعجبني لون معين واشتي ايش اخذه، فاستخدم اداة الشفاط. قال نختار اداة الشفاط من صندوق الادوات، ثم نقوم بالضغط على المستطيل، ونلاحظ بعدها ان اللون قد ظهر لنا على المربع بهذا الشكل، على هذا المربع، ثم بعد ذلك نستطيع استخدام هذا اللون للكتابة او للتحذية. قال من خلال أداة الشفاطة نستطيع شفط اللون من صورة أو شكل أو أي عنصر آخر. طيب قال في التطبيق السادس والأخير، في هذا التطبيق على كيفية استخدام أداة جمع عينات الألوان. قال الآن في معي صورة، الصورة في معه كم؟ أربعة ألوان رئيسية. الآن اشتجمع إيش ما بين هذه الأربع الألوان الرئيسية. قال وظيفة هذه الأداة هي جمع عينات الألوان، ونستطيع من خلالها جمع أربع عينات كحد أقصى، لأنه كان معي أربع ألوان رئيسية. قال والفائدة من جمع العينات أننا نستخدمها في التصميم، وهذا يفيدنا في التصاميم المقيدة بألوان محددة. أحيانا أيوة إذا قابلنا إيش تصميم شيء معين ومحدد إيش الألوان، فأنا مضطر أنني إيش أستخدم نفس اللون اللي جابها لي، فأخذ صورته وأروح إيش أشفط اللون اللي تم التحديد عليه أو اللي إيش العميل يشتين زيه. إذا عدرو على أداة هذه أداة القص، وأروح على سبيل المثال أقص هذه الصورة وأحفظها وأجي على فوتوشوب كنترول أو ستوب، وأروح أدرجها لداخل فوتوشوب. طيب نرجع مرة ثانية على الكتاب. قال نختار أداة جمع عينات الألوان، إذا أروح إيش أسوي؟ أختار الأداة الثانية أداة الشفاط، أجي إيش هذه الثانية، ثم بعد ذلك أختار الأولى. إيش نلاحظ؟ نلاحظ الآن إنه طلع لي هذه القائمة، هذه القائمة فيها الريد اللي عبارة عن أحمر، جرين، بلو، هذه إيش الألوان ودرجة أخذ من كل لون. الآر قال كم؟ 29، والجين 93، والبي كم؟ 32. ننتقل على الأداة الثانية، الثالثة، الرابعة. إيش نلاحظ الآن؟ واحدة، تنتين، ثلاث، أربع. أربع ألوان الآن إيش؟ كل واحد منهم هذا رقم واحد، هذا سلاش اثنين، هذه ثلاثة، هذه كم؟ أربعة. إذن هذه إيش؟ الأربع الألوان اللي تم أخذها. وعمل ايش طلع حسابات لكل لون كم يوجد في هذه الدائرة. طيب قال هنا بالضغط على كل دائرة من الدوائر الاربع، بعد ان نضغط على الاربع دوائر تتكون لنا البيانات المحددة. اذا تكون لنا هذه البيانات كما لاحظناها. قال وكل دائرة قمنا بالضغط عليها تظهر في مكان الضغط رقم معين. اذا لو بدأت بهذه واحد يقول لي واحد، لو هذه اثنين اعمل ايش اثنين،
بأي مكان إيش على حسب الضغط يرتب ليها 1 و2 و3 يرقم. قال هي الموجود في الرقم 1 على الدائرة بيانات لونه هي الموجودة في بيانات رقم 1 على المستطيل المحدد باللون الأحمر وهكذا. قال هنا نلاحظ بأن سلاش 1 تعني بيانات رقم 1 معنا ريد جرين بلو. كم الريد 127 هنا 0 0. طيب قال هنا هو الآن نقوم بالضغط على المربع الأحمر في الصورة رقم 3 ستخرج لنا نافذة بالشكل التالي. إذا نضغط على هذا اللون الأسود هنا ستخرج لنا إيش نافذة كما في الصورة. إذا أرجع الآن طلع لي هذا النسب، أرجع أضغط على هذا المكان طلع لي إيش هذه النافذة. بهذه النافذة قال باختصار شديد الآن نقوم بنقل البيانات التي في الصورة رقم 5 في الخانات. إذا أرجع قال ما دام إيش والصورة الآن أشتي مثلا هذا اللون أو هذا أو هذا أو هذا. إذا أروح لعند الجريد جرين بلو واختار إيش مثلا بروح إيش أعبي هذه البيانات. عمل له هنا كم 29، عمل مثلا 2 9 هنا الجرين حقه كم 9 3 تمام. البلو كم حقه 32 3 2. ايش نلاحظ اختار لي ايش هذا اللون او طلع لي اللون بالضبط وعملنا ايش اوكي. هذا هو ايش اللون الاول اللي تم تعبية بياناته بهذا المكان وايش نعبيه. طيب قال هنا ايش بهذا المكان نروح نعبي البيانات ثم بعد ذلك ايش تظهر لي اللون المحدد. هذا ايش نهاية الدرس، انتهي ايش الدرس. هذا ايش بقية الادوات من أدوات الفوتوشوب. بهذا يكون قد أكملنا كل الأدوات وتعرفنا على عمل أو وظيفة كل أداة من هذه الأدوات. طيب الواجب تقوموا بعمل تعملوا لتطبيق فيه إيش تطبقوا لهذه إيش الأدوات، مش الأدوات التحريك هذه والتكبير أو التصغير معروفة. تعملوا لي ايش لأداة التأطير هذه، تحركوا لي جزئية معينة من الرسم، درجوا لي صورة، قصوا لي او حددوا لي جزئية معينة، حركوها لمكان اخر فقط. وهذه ايش واعملوا لي ايش على أداة التأطير او قصوها واعملوا لي ايش على الاولة فقط.